بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. مستقبل الوطن في هذه الحلقة يناقش أهمية الحسم في تعز وجاهزية المقاومة له. ما أهمية حسم المعركة في تعز بالنسبة لبقية المحافظات؟ وكيف أصبح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أهبة الاستعداد لساعة الصفر؟ وهل ستصدر الأوامر ببدء المعركة النهائية قريبا؟ طبعا هذه الأسئلة أناقشها مع ضيفي في الاستوديو النائب البرلماني محمد مقبل الحمري الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بتعز. أهلا وسهلا دكتور محمد. حياك الله أخي العزيز، حياك الله أستاذ مختار، وأنا سعيد أن ألتقي بكم في هذه القناة، قناة الثورة التي عايشناها منذ اندلاع ثورة فبراير 2011 ولا زالت على نفس الخط، فأنا أهلا سعيد جدا فيك كريم. ونحن أيضا سعيدين جدا بدخولك معنا. بداية دكتور محمد، سنأخذ هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس، سلط الضوء على المقاومة في تعز جاهزية. نحو قدرها تتقدم تعز وثقة الخطى، وقدر تعز المحتوم نصر تبيض له وجوه اليمنيين، وعلى أرض تعز يهوي الحوثيون في هاوية قدرهم المؤكد، حيث قدرهم هزيمة تسود بها وجوه الانقلابيين. كانت تعز منذ البدء محط أنظار المخلوع وحلفائه وفي النفس منها ثارات، وحين ضرب الانقلابيون في تعز ضربتهم أرادوها ضربة تسقط تعز وتنخلع لها بقية المناطق، غير أن تعز أثبتت أن المخلوع والحوثية ومرتزقتهما كانوا خاطئين. خرج الانقلابيون من مناطقهم على أطقمهم بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الحرية، فأعادتهم تعز على شاحنات جثثا مركومة فوق بعضها. صمدت تعز حين كان الانقلابيون في أوج سطوتهم، وهي اليوم تلوح براية النصر في ظل حصار يطبق على المعتدين عليها، فمن كل ناحية من نواحي تعز بات الحوثيون في مواجهة مباشرة مع المقاومة، وفي عمق تعز مقاومة هي على الانقلاب أشد وأنكى. تذهب كل المؤشرات إذن إلى وصول الانقلابيين إلى يقين تام بأنه لا مقام لهم في تعز، وأنهم باتوا في مرحلة البحث عن مخرج مما أوقعوا أنفسهم فيه. الشباب والقيادة العمل العسكري المقاوم في القطاع جاهزون ومستعدون في أي لحظة للانقضاض على العدو وتحرير مدينة تعز. والله نحن جاهزين بأي وقت، والله نحن ليلة أو نهار نزحف على العدو بأي وقت. سنعيدهم إلى حيث ما أتوا، ونحن جاهزون ليس من الآن فقط، وإنما من أول يوم خرجنا إلى ساحة المعركة، ونحن ننتظر هذه اللحظة، لحظة إصدار الأوامر لنعيدهم إما إلى الجحيم أو إلى جحورهم، إلى كهوفهم في صعدة وفي أي مكان. فيما تقف المقاومة على سفح النصر بعد أن امتلكت كل أسبابه وأنهت استعداداتها للحصول عليه، فمن ناحية باتت المقاومة الشعبية في أفضل حالاتها بعد جولات مواجهة هيأتها لما هي مقبلة عليه، ومن ناحية أخرى يبدو أن الفترة الماضية آتت أكلها في إعداد الجيش الوطني المتهيئ لتحرير تعز، كما أن خطوات التحالف ودعبه يصبان في ذات الاتجاه. وإلى ناحية الشمال تهيئ مقاومة إب فك كماشة يقابل الفك الآخر القادم من اتجاه جنوب تعز، ليكون المعتدون على تعز بين فكين لا مجال للخروج من بينهما، وفي مواجهة مقاومة تعزية لا مجال للانتصار عليها، وهو ما سيقود في النهاية إلى ما قاله أبناء تعز منذ البداية: تعز عزة العروبة في وجه عبيد الفرس، وانتصار المقاومة على بغي الانقلاب. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وجدد ترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد مقبل الحميري الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في تعز. أهلا دكتور. حياك الله فيك. يا مرحبا فيك. كما أيضا سينضم إلينا المقدم محمد عبد الله إبراهيم رئيس المجلس العسكري في مشرعة وحدنان بجبل صبر. أهلا بالمقدم محمد. أهلا وسهلا فيك، تحية لك من قناة سهيل. بقى معي مقدم محمد إبراهيم. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد مقبل الحميري. دعنا نبدأ دكتور محمد بالكارثة التي حلت بمدينة تعز نتيجة للقصف العشوائي والحصار الخانق الذي تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح، لنخلص من خلاله إلى أهمية الحسم وأن التأخر مزيدا من الدمار. حدثنا عن وضع المدينة كارثيا. المدينة أو مدينة تعز صب عليه
الحوثي وعفاش قام غضبهم، ربما وزعوا حقدهم 90% على تعز و10% على بقية اليمن، لأن تعز قالت لهم لا من أول لحظة، وقالت لعفاش أخرج منها مذموما مدحورا. فتعز بالنسبة للوطن والكل بشهادة الجميع بأنها بمثابة الرأس من الجسد، فهل رأيت جسدا يسير بدون رأس أو يعيش؟ أبدا. فكان لزاما على هذا النظام الحاقد الذي حكم 33 سنة بكل خبث ومكر وأهلك وحطم كل القيم والأخلاق، أن يحقد على تعز الثقافة، تعز النور، تعز الحياة. تعز عندما نقول تعز لا نقصد تعز الجغرافية فقط، ولكن نقصد كل من يتخلق بأخلاق تعز الثقافية والمعنوية، فهو من تعز أينما كان وبأي محافظة كان. فلذلك تعز هي التنوير. فقدموا إليها وكان التبجح أنها مسافة السكة وأننا لن نقدر عليهم، لأنهم يعلمون حجم السلاح الذي وفروه لهذا اليوم وحجم المعسكرات. تعز ليست كأي محافظة، كان يعرف حجمها ربما أكثر من غيره، عفاش بالذات يعني. فجعل كل المعسكرات تحيطها كالسوار في المعصم، وأعتقد بأن هذا هو الذي سينجيه، لأنه إذا خنق تعز خنق اليمن. فعندما اصطدموا بأولئك المثقفين، دكاترة يخرجوا ويحملوا البنادق، مهندسين، لأنهم خرجوا دفاعا عن مشروع حياة، مشروع حضارة، مشروع علم، مشروع مساواة بين بني البشر، مشروع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتحولوا هؤلاء المثقفين، هؤلاء المسالمين إلى أسود يواجهون ويقدمون التضحيات تلو التضحيات، والنساء تزغرد، والرجال عندما يأتي أحدهم ليعزي أحد الآباء بابنه يقول لا تعزيني ولكن هنيني، والتعزية في المتارس وليست في المجالس. فلذلك غضبه على المباني والمؤسسات والمنشآت الحكومية. عدو يعتبر كل حجر وشجر في تعز خصم له، ليس له قيم. إذا هناك مكان جميل يتحصن فيه ويضع السلاح ويضعنا أمام خيار، مثلا مثل قاعة القاهرة، يعني مكان جميل وتاريخي له قيمة عندنا، إما أن يقتلنا من داخله ونبقى ننتظر يفرينا منه، وإما أن يقاوم وتتضرر هذه القلعة التاريخية وهكذا. فضرب كل حسن ودمر كل جميل، ودمر كل جميل. سأعطيك فرصة أيضا نكمل وإياك هذه النقطة. دعني أرحب بالمقدم محمد عبد الله إبراهيم، رئيس المجلس العسكري في مشرعة وحدنان بجبل صبر. تحية لك مقدم محمد ولكل الأبطال من أبناء صبر وكل الشرفاء في تعز وفي الوطن عموما، وهم يضحون ويقدمون من أجل يمن الإيمان والحكمة، يمن الذي يحلم به كل اليمنيون. دعنا مقدم محمد، ضعنا في صورة المشهد اليوم في منطقة مشرعة وحدنان، حيث وردتنا أنباء على أن معارك تدور هناك بشكل كثيف، وأن العشرات من الحوثيين سقطوا جرحى وقتلى في هذا هذه الاشتباكات. تفضل مقدم محمد، سمعت سؤالي؟ مقدم محمد، المقدم محمد تسمعني الآن؟ نحن نسمعك جيدا. إلى أن يكون معنا، أرحب بالمحلل السياسي من الدوحة الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، أهلا وسهلا فيك وتحية لك. أهلا وسهلا بك وتحياتي لكم وللمشاهدين الكرام ولضيوفك. مرحبا فيك. نحن اليوم نتحدث في برنامج مستقبل الوطن عن أهمية الحسم في تعز وجاهزية المقاومة له. انطلقنا من الحجم الكارثي الذي خلفه العدوان على محافظة تعز، إذا أردت أن تستوفي أي نقطة في هذا المجال لنخلص من خلاله، إلى أنه التأخر في عملية الحزم معناه مزيد من معاناة للمواطنين، مزيد من الدمار. نعم أخي الكريم، ودعني أنطلق من خصوصية مدينة تعز ومحافظة تعز. نحن اليمنيون لدينا ذاكرة نضالية في تعز التي حاول على عصام صالح أن يركعها على مراحل عدة
كان منها تلك المحرقة التي ما زالت حاضرة في ذهن كل إنسان في قلبه ضمير حي. وبالتالي لهذا هناك خصوصية لتعز، هناك رغبة لدى العقلية المستبدة بتركيع تعز، وبالتالي هذه الخصوصية تقتضي من التحقق ومن كل الشرفاء في اليمن أن يولوا تعز أولوية خاصة. هذا أولا. ثم أن 20% من الشعب اليمني، لابد أن ندرك الجميع ونذكر بهذا الرقم، 20% من الشعب اليمني يعيشون في تعز. إذا من الناحية الجغرافية ومن الناحية التاريخية ومن الناحية السكانية لدى تعز أولوية خاصة. ومن ناحية استراتيجية الحرب، موقع تعز الاستراتيجي أيضا يجعلها في سلم الأولويات لدى أي تخطيط حربي. وبالتالي أعتقد أن على الجميع سواء في التحالف أو في الداخل أن يولوا محافظة تعز ومعركة تعز أولوية خاصة. وهذا نداء نوجهه ودعته ربما بالأمس وقبل أمس على السنوات العدة، وهي فرصة أن نوجهه الآن من على قناة سهيل أن يولي الجميع لمحافظة تعز أولوية خاصة. نعم، هل عاد معي المقدم محمد عبد الله إبراهيم؟ مقدم أنت معي؟ مقدم عبد الله أنت تسمعني الآن؟ نحن نسمعك. مقدم عبد الله نحن نسمعك بوضوح، خليك معنا. هل تسمعني الآن؟ أريد أن أسألك عن كيف هي الاشتباكات وكيف هو الوضع في المنطقة التي أنت فيها، أنت رئيس المجلس العسكري في مشرعة وعدنان. طيب أرجو من الإخوة في الكنترول أن يضبطوا لنا أيضا الحوار. أعود إليك دكتور محمد مقبل الحميري فيما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية للمحافظة. بلا شك أن علي صالح والحوثي بعد أن سيطروا على المحافظة صنعاء تحركوا مباشرة إلى تعز، وهي المحافظة الوحيدة التي قاومتهم، بالتالي لها أهمية كبيرة من وجهة نظرهم. ما معنى دحرهم من هذه المحافظة؟ تلاحظ أنت أن حوثي وعفاش كثير من المحافظات افتتحوها بطقم لأسباب أو لآخر، لأسباب ربما تاريخية، لأسباب ثقافية، لأسباب. فتعز عندما وصلوا إليها بهذه الرموز اللي وصلوا إليها، يعني لم تبت في تلك الليلة وأنا كنت هناك، أحاط خرج أبناء تعز وهم لم يكونوا مستعدين لمعركة ولم يكونوا مهيئين من قبل. لم تنم تعز وحوطت الأمن، قيادة معسكر الأمن الخاص. نعم. وحتى أن يعني تبجح البعض من هذا وأنكم كذا، فسقط قتلى ويرحى، وبدأت في بداية بدون سلاح، خرجوا لأنهم لم يكونوا مهيئين بسلاح، ولكن استماتوا وعرفوا أن هذه القوات ستتجه إلى عدن، فقالوا لبيك يا عدن. بعد ذلك بدأ أبناء القوات المسلحة الشرفاء أيضا ينضموا إلى الشعب. بعد ذلك بدأوا يرتبوا أمورهم، لأننا هناك كان بيننا هؤلاء لا عندما الآن يتكلموا عن مبادرات لا يحترموا أي مبادرة، كان بيننا اتفاق أنهم لا يقربوا تعز. وسمعت عفاش وهو يقول عاد لسه أمه لم ترد الذي بيدخل تعز، يعني نوع من المهزلة والسخرية، لا يحترمون أنفسهم. فللأسف السلطة المحلية ركنت ركون تام بأنه لن يدخلوا إلى تعز، ولم يسمحوا لنا أن نتهيأ، لأن ونحن احترمنا هذا التوجه فدخلوا. لكن حصل استعداد سريع بعد ذلك، تداعى له الناس وشعروا بأنه لابد من التضحيات، فقام أبناء القوات المسلحة الموالية الشرعية وأيضا الجيش الشعبي من أبناء المقاومة الشعبية وبقيادة الشيخ حمود، وهناك العسكريين مثل صادق سرحان ويوسف الشرعي والحمادي والأخ عارف جامر وكل الشرفاء. فبدأت نواة المعركة، ويعني أصبحت استنزاف لتلك القوات يعني بشكل كبير. بالضبط. وطردوهم، لم يتمكنوا تماما أبدا أن يتجولوا أو يدخلوا محافظة أو يحكموا بين اثنين أو يتسلطهم في مديريات. كان يرسل طلاب مع شخص اللي يسمى طلاب إحضار يعني، ويأتي بأكبر شيخ، بينما تعز حتى هذه اللحظة أقول لك أتحدى أن يقولوا بأنهم يعني استطاعوا أن يأمروا شخص
أو أن يتمكنوا أن يجلسوا في قسم شرطة أو أبدا، لكن مشكلتنا في الحصار الخانق بهذه السلاح. وكما قلت لك نحن مع خصم لا خلاق له، يستخدم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وذات المدى الطويل، فيضرب على المدينة ويعتقد يقول امطري حيث شئتي، فأن هدفي هناك، سواء كانت امرأة، سواء كان طفل، سواء كان شيخ كبير، سواء كان. وما حصل في صبر الصامدة، هذه صبر التي يعني أهلها مسالمين، أهلها ناس دائما يكفحون بعرق جبينهم ودائمهم في كل الأعمال، أعتقد سيروضهم من خلال بعض النتوءات التي احتضنتهم تعز بادعاء أنهم من سلالة معينة، خانوا تعز وخانوا صبر، ولكن صبر انتفضت عن بكرة أبيها وصفتهم، ولم يبقى إلا في نتوءات معينة. واليوم يقصفون على مشرعة وحدنان انتقاما من مواقفها البطولية. وهذا المقدم الذي معك محمد عبد الله الصبري أحد أبطال صبر الذين صمدوا، عارف جامل، أولاد الزعيم أكرم وفلان وأكرم وأخو صدام، وصبر لو عدتها، بل تعز لو عدت كل رجالها، شامخين بالستين بشارع الأربعين بالثلاثين في المدينة في يحملية في غرب في الغرب. يعني سامحني المقاطعة، أريد أخذ المقدم محمد عبد الله إبراهيم حتى لا يذهب بعيدا عنا. مقدم محمد، أنت تسمعني الآن جيدا؟ أسمعك. ما دمت تسمعني صف لي المعارك التي دارت اليوم والبطولات التي يقدمها أبناء مشرعة وحدنان في المنطقة التي أنت تقودها أو رئيس المجلس العسكري فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قوات الحوثي والحافيش تجمعت من كل محافظة تعز، أيضا بقايا من تراجعوا من عدن تم تجمعهم في الجبل عن طريق صبر مشرع، عن طريق صبر المهاجم في اتجاه رعوس اتجاها في منطقة جبل كذا النبي شعيب اتجاها إلى المقيرين. تم جمع المئات منهم، تعزيزات كثيرة من الأطقم والمدرعات. تم الحمد لله القضاء على عدد كبير منهم يوم أمس في حدود 75 قتيل منهم، واليوم أعداد كثيرة بالعشرات. تقدموا بعض المناطق في بعض المناطق الجبلية، ولكن تصدينا لهم في المناطق السكنية في القرى. نحن اليوم نخوض معارك شوارع، من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع ومن قرية إلى قرية. نحن والحمد لله مصرين، شباب المديرية الشجعان مصرين إصرار كامل على أن يكون جبل صبر وآخر مقبرة للحوثي في محافظة تعز بإذن الله تعالى. سينكسر بإذن الله تعالى، هو انطلق من جبل مران وسينتهي في جبل تعز في جبل صبر إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا عقيد أو مقدم محمد عبد الله إبراهيم، ستبقى أنت أيضا معنا في الحوار، اتركني فقط انتقل الى الاستاذ جمال المليكي معنا من الدوحة وسنعود اليك. استاذ جمال، بناء على هذا، اهمية الحسم العسكري في مدينة تعز، ما اهمية الحسم العسكري؟ نحن في هذه اللحظة بلا شك نحتاج الى نصر من هذا النوع. انتصار تعز سيكون هو الضربة القادمة لميليشيات الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح، وبالتالي نحن اعتقد ان الوقت المناسب لتحقيق هذا الانتصار ولحسم هذا الانتصار هي هذه اللحظة، لأنه كل نتحدث لكل التفاصيل على الأرض، سواء في شبوة أو في مارب أو في البيضاء أو في إب، يدل دلالة واضحة من كل النواحي العسكرية والاجتماعية وكل النواحي على أن هذه اللحظة هي لحظة تعز بامتياز، وبالتالي سقوط تعز سيسهل جدا حسم المعركة في اليمن بأكملها. يعني من أجل هذا نحتاج أن نتخذ أولوية قصوى في تجديد السهم نحو دعم المقاومة في تعز، وتأسيس أو دعني أقول تأكيد كل العوامل التي تؤدي إلى حسم المعركة. دكتور محمد مقبل الحميري، يعني أمام هذه الأهمية التي يدركها وينتظرها الكثير حقيقة، ما الذي يؤخر الحسم؟ الذي يؤخر الحسم
هو إعلان ساعة الصفر من قبل التحالف والقيادة السياسية ومد المقاومة بالسلاح اللازم وتنسيق ما بين المقاومة والتحالف في الضربات الجوية. وتعز لن تستغرق كثيرا إن دعم أبنائها بالآلاف يتقاطرون لينضموا إلى الثورة ونعيدهم، لأننا لا نجد، نقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه. إذن محتاجين لماذا؟ محتاجين إلى دعم بالسلاح النوعي وتنسيق مع التحالف في الضربات الجوية، توجه السهم الذهبي، وإلا فتعزهم سهم ذهبي بأنفسهم إن وجد ذلك. يعني فتعز هذا الحيوان الكاسر روضته تعز لكل المحافظات، ولذلك ترى الآن محافظات تتحرك بعد أن قطعت أوصاله تعز ودفعته أثمان غالية وقتلاه في تعز بأعداد بلا شك كثيرة. المقاومة في تعز تتقدم يوما بعد يوم وهم يخسرون يوما بعد يوم. وهم المقاومة، يعني البعض يقول لك محافظة تعز محررة أصلا، هل المطلوب من مدينة لكن تعز محاصرة، هل المطلوب من مدينة تعز أن تبقى محاصرة تجوع، أن تبقى تستنزف قوات الحوثي وصالح تجوع، يمنع عليها الوقود، يمنع عليها الغذاء، يمنع عليها الدواء، يمنع إسعاف الجرحى، يمنع عليها كل شيء، وأيضا يقتل الناس في منازلهم من أماكن بعيدة وليس مواجهة شرف وجها لوجه. فنحن نواجه عدو حقير، ولذلك نقول يعني البعض يعتقد بأننا نحن نحمل هم وما علموا أخواننا، البعض يقول لك أنتم جالسين أنتم، نحن نطرح وعبر على الهواء مباشرة الآن، نطرح نناشد الأخ الرئيس، ونحن نعرف أنه يحمل هم ونعرف أنه معنا، ولكن نقول له البقاء بهذه الطريقة بسلاح لا يحسم أنه يدفع الناس الثمن الغالي ويدفع الأبرياء أرواح ودماء، وأما الصمود فتعز صامدة، وسواء بأي طريقة كانت، أنت تعرف أن تعز صمدت قبل أن تجد أي مدد من أي جهة، ثم جاء يعني فرج الله سبحانه وتعالى وموقف دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي نقدم لهم كل الشكر والتقدير لأنهم وقفوا مع إخوانهم، وهم بالحقيقة نحن لا أقول وقفوا مع إخوانهم فقط، لأننا على هدف واحد، نحن والخليج هم مستهدفون مثل ما نحن مستهدفون، ولأننا نواجه مشروع فارسي حاقد على الأمة العربية. تحية لمن مرغ هذا الأنف الفارسي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. إذن ابناء تعز على أهبة الاستعداد، دعنا أيضا نأخذ المقدم محمد عبد الله إبراهيم فيما يتعلق بالجاهزية التي تعيشها المقاومة. أنتم جزء من المقاومة أيضا ضمن المجلس العسكري، ضمن تنسيق المقاومة الشعبية، ضمن الجيش الوطني في أكثر من جبهة. حدثنا عن ما مدى جاهزية المقاومة لأي حسم عسكري في تعز، وما الذي ينتظرونه؟ جاهزية لدى المقاومة الشعبية هي جاهزية شعبية أساسا، الحاضن الشعبي لها كبير، لا تمتلك السلاح الكثير ولكن تمتلك العزيمة والإرادة للقضاء على هذا الغازي، القضاء على ثقافة التخلف والغزو والرصاص والموت. أبناء تعز مشروعهم الثقافي هو مشروع الصمود والكرامة، مشروع التصدي لكل من أراد أن ينال من كرامة هذه المحافظة وأبنائها. هناك معنويات مرتفعة لأبناء المديرية وكذلك أبناء تعز، شباب المديرية وشباب تعز، لأنهم سيقاتلون حتى آخر طلقة، حتى آخر فترة دماء فينا. إن كمل الرصاص سنقاتلهم بالحجار والسكاكين. لكن مستعدين يا محمد إبراهيم، مستعدين لانطلاق ساعة الصفر ولو في اللحظة؟ نحن مستعدين لانطلاق ساعة الصفر، ونطالب من التحالف وفخامة رئيس الجمهورية أن يعلن هذه الساعة بأقرب فرصة.
عبر التلفزيون تلفزيون الكريم نحن نطالب من قوة التحالف ورئيس الجمهورية بأن لا يتأخر في إعلان ساعة الصف، لأن أبناء هذه المحافظة طواقين للتحرر، طواقين لكسر هذا الغازي من محافظة ومن محافظة الأخرى حتى صعبة. ستبقى معي أستاذ المقدم محمد عبد الله إبراهيم. أستاذ جمال، ما الذي يؤخر إعلان هذه الساعة التي ينتظرها اليمنيون، ينتظرها أبناء تعز، تنتظرها المقاومة بفارغ الصبر؟ أعتقد أن هناك عدة عوامل تؤجل الحسم في تعز، وأنا أتفق هنا مع الأستاذ محمد الحميري بأن القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية، لقيادة الدولة اليمنية الكاملة في المملكة العربية السعودية، عليها أن تتخذ هذا القرار بشكل حاسم، وبالتالي أيضا التحقق أن يعني يولي هذه المنطقة منطقة تعز. كل النقاط التي ذكرناها والعوامل المهمة التي ذكرناها التي تجعلنا نؤكد على حسم المعركة في تعز، هذا عامل مهم، عامل الإرادة السياسية للدولة اليمنية وبالتالي للتحالف. ثم بعد ذلك كل فئات المقاومة، ربما لو سمعنا بالفعل عن تحرير مثلا إب أو هناك ما يشبه الانسحاب من إب، إذا ستتحرر بعض جبهات المقاومة في هذه المناطق، وربما تشكل أيضا حصار بشكل أو بآخر، يشكل عامل مهم في فك الحصار عن تعز. هذه باعتقادي من أهم العوامل التي إذا حدثت سنقترب من لحظة الصفر ومن لحظة الحسم في تعز. أستاذ جمال، نقطة سريعة، عملية تحرر بعض المحافظات انعكس بالسلب ربما كما انعكس بالإيجاب على محافظة تعز، بمعنى أنه كثير من القوات التي كانت في بعض المحافظات الجنوبية انسحبت وتركزت ربما على مداخل مدينة تعز، وبالتالي أيضا كما أن لدينا أنا باعتقادي أن نفسية المقاتل الذي سينسحب من عدن هاربا لن يكون بنفسية قتالية تؤهله أن يقاتل في تعز. فمن الناحية المنطقية والموضوعية لا أعتقد أن الذين انسحبوا وهربوا كمقاتلين مع علي عبد الله صالح أو مع الحوثي في عدن أنهم سينتقلون إلى عدن إلى تعز، هم يعني سينجون بأنفسهم، المنطق يقول ذلك، وليست هناك معلومات مؤكدة تجعلنا نمشي هذا المنطق، وبالتالي لا أعتقد أن هذا سيكون له دور في تأخير الحسم في تعز. المحلل السياسي من الدوحة جمال المليكي، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ دكتور محمد، هل يعني الإعلان عن ساعة الصفر والتوجيه وأخذ الإذن بحسم المعركة في تعز، هل المقاومة محتاجة فعلا إلى إعطاء إذن من قيادة المقاومة أو قيادة الجيش أو القوات المسلحة بشكل عام؟ هو الإذن ليس في الكلام، ولكن الإذن في السلاح الذي يجب أن يصل إلى المقاومة، السلاح الضروري اللازم، لأننا في تعز نواجه دبابات بأعداد فوق ما تتصوروا، نواجه سلاح ثقيل فوق ما تتصوروا، ولذلك لا يمكن مواجهة هذا السلاح بالآلية أو بالسلاح المتوسط. البعض ربما دكتور ولو قطعتك عند هذه النقطة يقارن تعز بإب مثلا، يقول لك تحررت بمقاومة شعبية بسيطة، هل في مجال للمقارنة؟ أعتقد اللي بيقارن هذا ظالم ولا يعرف تعز ولا يعرف الجيش الذي موجود في تعز. نحن نقدر أب توأم تعز ونقدر لهم الموقف الذي وقفوه، ولكن لا تنسى عندما يقول لك واجهوا طقمين ثلاثة تعز ليس طقم، كم يا طقوم قد حرقت، كم يا دبابات قد أحرقت، كم يا مئات قد قتلوا من الحوثيين، قل لي كم القتلى، كم القتلى في تعز، كم شهداء تعز وكم شهداء وإن كان تحرير وإن كان أب وأب، نحن هم أهلنا، يعني فخرهم فخرنا وعزهم عزنا، لكن تعز لا يقلل قاومت باسم، ليس باسم محافظة، باسم اليمن كله. تخيل كانت انبطحت تعز، هل كان سيبقي مقاومة أو كانت انتهت وأعلن الإمام عبد الملك الحوثي وتعز لم يبقى إلا تعز وتعز شمخت عندما انبطح الكثير، يعني ثبتت عندما تزلزل الكثير. ولو كانت القضية قضية يعني تعز ما دار في شارع واحد أكثر من ما دار في محافظات بلا شك، لتعز طبيعتها ودورها البطولي. دعني أترك أيضا دقيقة واحدة للعقيد أو المقدم محمد عبد الله إبراهيم.
الرسالة التي تحب أن توجهها وأنت في الميدان واليوم تقدمون وتضحون وتقاتلون وتواجهون هذه الميليشيات، ما المطلوب ولمن توجه الرسالة مقدم محمد عبد الله إبراهيم؟ أقول الرسالة لرئيس الجمهورية والتحالف العربي بأن يسرعوا بإعلان ساعة الحج، لأن أبناء تعز قد دفعوا الثمن الغالي والكبير، دفعوا ثمن الجمهورية اليمنية بالكامل، تصدوا لهذه الهجمة الشرسة التي اجتاحت اليمن، دفعوا أثمان بائضة من أبنائهم ومن أملاكهم ومن عيشهم. المحافظة محاصرة، المحافظة محاصرة، والمديرية محاصرة كذلك، محاصرة كثيرة جدا من الغذاء، من الدواء، من إسعاف المرضى. لذلك أتمنى من القيادة السياسية التسريع بإعلان ساعة السبت للحصن المحافظة الثانية. المقدم محمد عبد الله إبراهيم رئيس المجلس العسكري في مشرعة وحدنان جبل صبر في محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سنخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود نكمل حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد مقبل الحميري الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية، وضيوفنا أيضا الذين سيكون معي عبر الهاتف لنسلط الضوء على أهمية الحسم في تعز وجاهزية المقاومة له. بقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا عن أهمية الحسم في مدينة تعز أو محافظة تعز. والحقيقة في مدينة تعز لأن مديرية تعز محررة من ميشية، وجاهزية المقاومة وانتظار الكل لساعة الصفر. أجدد ترحيب بك دكتور محمد مقبل الحميري ناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بتعز، أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بالعقيد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بمحافظة تعز، مرحبا بالعقيد سمير. مرحبا اخي العزيز، اهلا وسهلا فيك. حياك الله. نناقش اليوم اهميه الحسم في تعز، جاهزيه المقاومه للحسم، والكل يتلهف لان المساله والامر يحسم في تعز، حتى على الاقل يتم التخفيف عن معاناه الالاف بل عشرات الالاف من المهجرين، وكذلك المعاناه للمحاصرين في المدينه. ماذا تريد أن تقول في هذا الموضوع؟ والله يا أخي العزيز الموضوع هذا غاية في الأهمية والحساسية الحقيقة. مدينة تعز رغم الحصار المطبق، رغم الضرب العشوائي، القصف المتعمد للبيوت، للمنازل، للمستشفيات، للشوارع، القتل على الهوية، رغم كل يعني هذه الإجراءات اللا إنسانية، تظل تعز شامخة يعني شموخ جبلها جبل صبر، وهي في الحقيقة يعني قدمت نموذج للمقاومة فريد ليس فقط في اليمن بل ربما على مستوى العالم. يعني أن يقاتل الناس مدنيون ومثقفون ويعني يمثلون المدنية بجميع أطيافها، وفجأة يحاصرون ويقتلون ويضربون، ومع هذا يعني يدافعون عن أنفسهم. تعز هي قادرة الدفاع عن نفسها، ولكنها في الأخير تظل جزء من الوطن اليمني الكبير الذي بحاجة إلى أن يقف الجميع معه. الحقيقة تعز تحتاج إلى نظر كل المهتمين سواء بالقيادة السياسية أو في قوات التحالف أو حتى جميع أبنائها لكي يقفوا فواحدة لكي يتخلصوا من هذا الظلم والقهر الكبيرين. عقيد سمير، كان هناك حديث ربما خلال الأيام الماضية عن أن عمليات الساهم الذهبي ستنطلق قريبا من محافظة أو في محافظة تعز، أو ستصل على الأقل إلى محافظة تعز. تعتقد أن الأمر تأخر ولماذا؟ والله تأخر، نحن متفقون على هذه النقطة. أما لماذا فهي تخضع لعدة معطيات. نحن في المقاومة سواء في المجلس العسكري أو في المقاومة الشعبية الذي يمثلها ضيفك الكريم، الحقيقة ليس لدينا أي مبررات. نحن المحافظة الوحيدة التي تعتبر
لديها جهوزية تامة لتنفيذ عملية التحرير. هي محررة بإذن الله تعالى، لكن نقول فك الحصار الموجود والقائم والمطبق على المدينة. حقيقة يعني نحن سميناها الحسم والتحرر الكامل للمحافظة. نعم أنا أتفق معك، لكن في الأخير أقول أنه ليس لدينا نحن كمقاومة سواء العسكرية أو المدنية ما عندناش معطيات لماذا تأخرت هذا الاتجاه، لكن ربما يكون لدى الإخوة في قوات التحالف مشكورين عندهم بعض ربما الملاحظات، أو ربما يعني أن الموضوع تعلق بإجراءات على الأرض وجهت المعركة في اتجاه آخر. نتمنى أن يكون حديث رئيس الوزراء كما قيل يعني يأخذ طابع التنفيذ بإذن الله تعالى في الأيام القادمة في الاتجاه الآخر وحديث رئيس الوزراء. طبعا ستبقى معي العقيد سمير الحاج، سأعود إليك دكتور محمد. في الاتجاه الآخر، هل تغيرت خطة التحالف؟ ربما البعض كان يراها ستنتهي بلحج وستصل مباشرة من بعد لحج إلى تعز كون المحافظتين على التماس أو على الحدود، هل تغيرت إلى الضالع ومن ثم إلى إب ومن إب إلى تعز أم ماذا؟ هو الشيء الطبيعي أن تتجه إلى تعز لأن تعز تنزف، لأن تعز تدفع أثمان، ولأن تعز القتلى فيها غير مكان آخر، ولأن تعز لها يعني المغزى أكبر في تحريرها على مستوى الوطن. فلذلك نحن نناشد القيادة السياسية والتحالف أن يسرعوا ويقطعوا ألسنة المتخرصين والمتربصين والذين يشيعون الأقاويل ويحاولون أن يشككوا في التحالف وفي نوايا الأخ الرئيس. نقول لهم اقطعوا ألسنة هؤلاء القوم واسرعوا، لأن الطبيعي أن تتجهوا لتعز توأم عدن في الحرق حتى. فلذلك وأنا قد تواصلت مع الرئاسة أطلب موعد مع الأخ الرئيس اللي أطرح له هموم تعز، وإن شاء الله في أقرب وقت نطرحه هذا. وهو للأمانة أنا قد سبق أن التقيت به من قبل ووجدت منه كل التفاهم ولذلك الجميع ينتظر ويتلهف للتحرر أو التحرر في محافظة تعز كون الأمر ممكن وبشكل كبير يحتاج إلى دعم كما أشرت إليه. دعني هنا أرحب بالأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج، الباحث والأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بالأستاذ الدكتور عبد الوهاب. فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الوهاب، سيكون معنا. أعود إلى العقيد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري. كنت أشرت إلى المقولة التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح بأن ساعة الصفر بدأت ولم تبدأ حتى الآن. هذا السؤال يوجه للأخ رئيس الوزراء، لكن أنا في تقديري أنه كان هناك توجه عام بأن المعركة ستنتقل أوتوماتيك، لأنها بحسب الجوار الجغرافي الأهمية أيضا الجيوستراتيجية الخاصة بمحافظة تعز طوالتها على مضيق باب المندب الساحل الكبير الموجود في هذه المحافظة. لكن أنا قلت ربما هناك تغيرات طفيفة في إدارة المشهد والمعركة، نحن لا نعرف حقيقة كمقاومة على الأرض، لكننا متفائل جدا بأن عمل السام الذهبي ستكون قريبا باتجاه محافظة بإذن الله تعالى. نحن نعرف أنه المقاومة في تعز مقاومة منضبطة، مجلسها التنسيقي سواء للجيش الوطني أو أيضا للمقاومة الشعبية يعني منظم نفسه بشكل جيد وعلى تواصل ويتلقى الأوامر مباشرة من القيادة العليا للقوات المسلحة في اليمن. دعني هنا أجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج، الباحث والمحلل السياسي. أهلا دكتور عبد الوهاب، تسمعوني الآن. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. هنا أطرح عليك هذا السؤال، نحن أمام مثلا مقاومة منضبطة، هل تستطيع أن تتحرك لتحرر محافظة تعز بعيدا عن الأوامر ربما التي تصدر من القيادة العسكرية العليا؟ طبعا لا يمكن، وأيضا بنفس الوقت إذا قامت بهذا العمل بدون تنسيق سيتحدث خسائر كبيرة لأفراد المقاومة وستقدم من الشهداء أعداد كبيرة. يعني وأنت تعرف أنه منذ أن بدأت هذه المعارك في تعز كانت مشكلتنا هي مشكلة المدرعات الدبابات
عربات البي ام. الحدث اللي معروف عنها انها تحتاج الى اسلحه نوعيه، الى الان لم نشاهد وجود هذه الاسلحه النوعيه. دكتور هنا تقول على انها في كامل الجهوزيه والاستعداد للحسم. طبعا هي قد تكون كذلك لانه انا لا اعرف التفاصيل الدقيقه، لكن اقول ان هناك بعض الدبابات الموجوده في بعض المواقع منذ ان بدات الحرب وحتى الان لا زالت تقصف احياء ولم نجد لها حلا. طيران التحالف يعني لا يقصف مثلا الموقع مثلا المعسكر الامن المركزي وما يسمى بالقوات الخاصه، ثم مره اخرى بعد ذهاب الطائرات تقصف من هذا الموقع كل احياء وخاصه مناطق كلابه والروضه وغيرها. نجد ان مثلا هناك القصر الجمهوري، ثم نجد خروج مثلا من تلك المناطق قوات تدعم ميليشيات الحوثي، واصبحت القضيه قضيه الحرس الجمهوري والقوات الخاصه الموجوده على الارض. لم يعد القتال قتال مع ميليشيات الحوثي، كان الامر يحصل من وقت مبكر، لكن تتعامل مع قوات نخبه تمتلك مدرعات وتمتلك دبابات وتمتلك صواريخ وتمتلك اقل ما يمكن انها تقبس بالهاون من داخل منطقه الجبل اللي تبعد 30 كيلو متر عن ناحيه مدينه تعز وتصل وتستهدف المدنيين. نعم. وبشكل عشوائي. ولذلك يا دكتور هذه القوه التي تشير ايضا اليها هي في الاخير برضو ايضا استنزفت بشكل كبير خلال الايام بل الاسابيع والشهور الماضيه. ساعود اليك يا دكتور، اسمح لي انتقل الى ضيفي الدكتور محمد مقبل الحميري فيما يتعلق بالمقاومه، قياده المقاومه سواء العميد صادق سرحان او قياده المقاومه الشعبيه الشيخ صادق حمود المخلافي عفوا والشريجي وكل الشراجي، كل القيادات الشرفاء يقولون انهم قادرون على الحسم، لكن ربما المساله تحسم ايضا من ناحيه التكاليف، هناك اراده بتقليل الخسائر وخصوصا في الارواح الى اكبر قدر ممكن، اليس كذلك؟ هو التهيؤ النفسي والتهيؤ التدريبي والتهيؤ العددي والتهيؤ البيئه بكاملها للحسم، لكن هذا الحسم بحاجه الى من يزوده بوسائل الحسم باقل التكاليف. مثل ما تفضل الدكتور يعني تعز كان داخلها اكثر من 200 دبابه واحرق منها الكثير وكل واستنزف منهم الكثير. نعم. ويعني وضحى الشباب وقربوا من الكثير من الدبابات واحرقوها، لكن لا زال ترى سنه 33 سنه التي عفاش في احدى خطاباته وهو في اوج نصره قبل ان يسقط من الرئاسه قال نحن نعد الجيوش للاستعراضات في المناسبات ولقمع الشعب اذا تحرك، فهو ينفذ وعده ولكنه وجد رجال كالجبال يعني لا تتزعزع. انظر جبل قرة هذا الذي في وسط تعز كم حاولوا ان يقتربوا منه ولكنه فوق هذا الجبال كان هناك جبال من الرجال دحروا كل محاولاته وصمدوا رغم بساطة السلاح اللي معهم، فلذلك ساعة الصفر جاهزين ولكن نريد منهم أن يلتفتوا لتعز بجزء من الآليات من الآن الطريق مفتوح لا تعز إذا أرادوا عبر عدن يوصلوا لنا، ونحن كما قلت لك تعز ستكون سهما ذهبيا بل الماسيا بأبنائها في بقية المحافظة وستنطلق إلى لكن نريد أن يجهزوا ويكون سلاح مناسب لأنه ليس هناك أي تكافؤ بين السلاح لولا إرادة الرجال بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. صحيح. ما تحقق هذا النصر الكبير ولما مرغ هذا الحيوان الكاسر الذي روضته تعز. وهنا نريد أن نستفيد حقيقة من أيضا عامل الوقت الذي أصبح يصب بشكل كبير لصالح المقاومة. دعني هنا أسأل العقيد سمير الحاج، عامل الوقت مهم، الميليشيات معنوياتها الآن في الحضيض، أي تحرك للمقاومة في تعز في هذه اللحظة وفي هذا الزمن معناه أيضا سهولة في الانتصار بإذن الله تعالى أيضا، ثم بالإرادة القوية لبقية أو للمقاومين على اختلاف توجهاتهم في داخل المدينة. أخي العزيز دعني أكون متفائلا أكثر ربما من ضيفيك. المقاومة بإذن الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلا إلى يعني بعض الأسلحة النوعية وجهوزيتها يعني قوية، وربما خلال الوقت القادم ولا نحدد بالضبط تتغير موازين وبسرعة لم يتوقع لا يتوقعها أحد.
الحقيقة أيضا أنا هذا توقع هذا توقع أم ترتيب واستقراء واقع؟ دعني أقول أنه قراءة عسكرية، يعني لأنه في موازين القوى عادة إذا وجدت أحد موازين القوى بدأت تنهار والأخرى تزداد معنويتها، معناته أبشر بأن نهاية المشهد ستكون قريب إن شاء الله تعالى. أنا أتفائل فقط لأنني كما قال الدكتور الحميري أرى أن الجبال تعلوها جبال والهضاب تعلوها هضاب، وأرى يعني عيون ونفوس الشباب وهم يدافعون عن أنفسهم وعن بلادهم وعن يعني أهلهم وأسرهم، تراهم يعني جاهزين رغم هذا العنف رغم هذا القصف. إذن أبشر بأن النتائج ستكون قريب وربما قريبا جدا، ويقول متى وقل عسى أن يكون قريب إن شاء الله. العقيد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ دكتور عبد الوهاب، على أي حال البعض يرى بأن قطع الإمداد على القوات الحوثية من جهة إب، قطع الإمداد على القوات الحوثية من جهة الجنوب متمثلا مثلا بمحافظة لاحج، يجعل وجود هذه القوة محاصرة وليست محاصرة. نعم كلامك صحيح يا أخي العزيز، لكن كنا ننبه قبل أن تسقط يعني قاعدة العناد وقبل أن تسقط كثير من المواقع في محافظة الضالع ولحج أن هناك كثير من الفارين وكثير من القوات المنكسرة من تلك المحافظتين ستتوجه لتلقي بثقلها على محافظة تعز. الآن تحققت هذه الأيام نتائج إيجابية ورائعة جدا في محافظة إب، وهي يعني مناطق الشمال لتعز ومناطق الشرق الآن أصبحت مهيئة بمقاومة وطنية ساندت الجبهة الموجودة في تعز. يعني لو حصلت التفاف من مديرية السياري ودي السفال لقطع الطريق أيضا على اتجاه مطار الجناد واتجاه مواقع اللواء 22 حرس جمهوري، ووقع التحام بين المقاومتين في محافظة إب ومحافظة تعز، ستحقق نتائج إيجابية عالية. أنا لست محللا عسكريا لكني أقول قراءتي للطبوغرافيا التي أمامي تقول هكذا. يعني هناك انكسارات في كثير من الأماكن لا تستغل الاستقرار الكامل، ويجب على التحالف العربي أن يقدم أسلحة نوعية للمقاومة في تعز وفي إب لكي يكسروا هنجمة وغطرسة القوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بما تمتلكه من مدرعات وأسلحة ثقيلة. عند تلك اللحظة ستتغير اليمن خارطة اليمن تلقائيا بسقوط إقليم الجلد وتحرره من تلك العصابة، ستنضم إليه أقاليم أخرى بشكل سريع ومتساقط، تتساقط حبات العقد بشكل سريع، ستتساقط محافظات إقليم سبا ومحافظات إقليم تهامة تباعا إذا أسقط إقليم الجلد من هؤلاء العصابة. فعلى المتحالف أن يستغل الفرصة وأن لا يعطيهم نفس يعودوا به ترتيب أوضاعهم وإعادة تموضعهم وأيضا إمدادهم. أنا أتوقع أنه هذه اليومين ستكون معركة فاصلة في محافظتي إب وتعز، وستلتحم المقاومتان في تلك المحافظتين بإذن الله تعالى لكي ينجز إنجازا لليمن بأكمله. شكرا لك أستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. دكتور محمد، في موضوع التحام مقاومة إب بتعز، ربما هناك حديث على مهلة معطاه لكل الميليشيات سواء الأنصار حوثي ولا صالح الموجودين في إب، مهلة إلى الصباح لتسليب المحافظة للمقاومة. لعلنا أمام مشهد سيطرة المقاومة سيكتمل خلال الساعات القادمة على محافظة إب، كيف يمكن أن يدعم هذا أو يتم التنسيق من خلاله لدعم المقاومة في تعز من أجل حسم أمرها؟ والله كل ما كنا نريده وما نريده من أخواننا في إب أن يقطعوا المدد الذي وصل ووصلت معظم المدد، لأنه تعرف أن إب بوابة لتعز ومعظم السلاح وصل من المحافظات التي جيش منها الحوثي وعفاش عبر هذه المحافظات وعبر إب، فعندما تقطع المدد على من هذه الطريق إلى تعز فذلك سيكون عونا لتعز. ونحن أعود أيضا إلى قضية التفاؤل، نحن والله ما تشاءمنا يوما وأننا متفائلون منذ اليوم الأول، ولكننا متعجلون وهناك ضغوط أيضا شعبية، وأيضا طالما وهناك وسائل تقلل الكلفة فهذا هو الأفضل، ما لم فأبناء تعز سيستخلصون سلاحهم
من خصمهم وسينتصرون بإذن الله. بإذن الله تعالى. الدكتور نائب البرلماني محمد مقبل الحميري الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية، شكرا جزيلا لك. الله. أيضا أشكر كل ضيوفي الذين كانوا معي سواء في النصف الأول من الحلقة أو في النصف الثاني. دعني فقط أؤكد شكري للعميد روكن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، كنا قد أخطأنا في ذكر اسمه أو صفتي عفوا. لكم منا أيضا مشاهدينا كل الحب والتقدير، استودعكم الله تعالى وإلى اللقاء.